أنا لما جيت من كام سنة ورحت اتكلمت مع عبد الحميد، كنت عارفة إنه عايز يطمني، خدني في حضنه. صدقي لقيته بيترعش يا قلبي، بدل ما يطمني وراني مرضي خفت أكتر. عملت نفسي قدامه مش خايفة وجامدة وشجاعة، بس أنا جوايا كنت مرعوبة من الموت غصب عني. دورت حواليا لقيت لي أم والأخت، جيت لك وقلت لك، حطيت راسي على كتفك وأنا مرعوبة، خدتيني في حضنك وطمنتيني، كنت أمي وأختي. لكن انتي بقى اخصى عليكي، شلتيني من حساباتك، ما شفتنيش زي ما انا شفتك، ما حكيتليش، قتلتي روحك على وجعك وقعتي فيه لوحدك، مع انك لو كنتي فضفضتيلي كنت هترتاحي يا أختي. حكي قلبي، حكي قلبي، المرض غير الوجع المرض مش بنتكسف منه، عايزين نشوفك ازاي وانا مش عارفه اشوف حتى نفسي. يبقى داود متجوز عليا، كنت هتجنن. يوم أخدت الدواء أخدته عشان أعرف أعدي، أنا مش عارفة أعدي، عيدة مش عارفة. الخيانة وحشة أوي، حاسسك انك ناقصه في عين جوزك، يعني معيوب. ده احساس متعرفش تقولي لحد ولا حتى لنفسك. متزعليش مني، متزعليش مني يا اختي. خيالي بيجرحني كل يوم وانا بشوف كل لحظه حلوه حقيقيه عشتها معاه، واتخيله مع واحده تانيه. احساس بياكل عمري، بياكل روحي. ما تعجبنيش، حقك بسم الله عليك يا أختي.